الحادي والثلاثون من مارس من عام 1965 توفي الشاعر والتربوي حمد بن سيف بن سالم البيماني، مؤسس مدرسة البيماني في ولاية بهلة عام 1962. هي أول مدرسة نظامية في محافظة الداخلية، ومن أوائل المدارس النظامية في عمان، وقد استفاد مؤسسها من سفره وعيشه في زنجبار، حيث اطلع على الثقافات المتنوعة والمعارف الجديدة. بدأ المدرسة بمجلس الحارة في غرفة من سعف النخيل، ثم قسم طلابه إلى 7 فصول، فإلى جانب تعلم القرآن كانت لديه مقررات في التربية الأخلاقية والتربية الاجتماعية والتربية اللغوية والصحية والتاريخ والجغرافيا ومبادئ الحساب، وكان يضع لهم بنفسه المقررات والأناشيد. أغلقت المدرسة بوفاة مؤسسها. الحادي والثلاثون من مارس من عام 2009 صدرت الأوامر السامية من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بتشييد مبنى معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم، أي مكتبة الباروني في طشقند بجمهورية أوزباكستان، تقديراً من جلالته للعلم والعلماء، حيث تم في هذا اليوم التوقيع على بروتوكول نوايا التشييد بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية أوزباكستان، كما وقعت الحكومتان في طشقند على عدد من الاتفاقيات في مجالات التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة والحماية المتبادلة. الحادي والثلاثون من مارس من عام 2013 استقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ببيت البركة ميشيل تامر نائب رئيسة جمهورية البرازيل الاتحادية، واستعرض معه أوجه التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات في ضوء ما يربطهما من علاقات طيبة وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.